ودلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها اخر اخبار المرور والطقس. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا باسنت، وصباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. يعني لمياء، عاوزين نعرف بقى منك سؤال حلقتنا، ازاي بتقولي لا، او هل منين انت من الناس اللي بترفض بشكل شيك لو الامر هيجي عليكي؟ هو اول حاجه فكره انه حد يجي يطلب مني طلب، دي لوحدها مسؤوليه، انه اختصك انت واختارك انت علشان يجي يطلب منك انت طلب، فدي لوحدها مسؤوليه انا شايفاها يعني كبيره. خلاص احنا عرفنا نقطه ضعفك فهتقولي بقول لكن ببقى فكره الخجل انه الطلب مثلا انت ما تقدرش عليه، بحاول يعني عموما الدايره القريبه قوي مني بتبقى عارفه ان انا هبذل اقصى طاقتي علشان احقق له طلبه ده، حتى لو هاجي على نفسي شويه ممكن اعمل كده، انما لو طلب انت مش قادر ان انت تحققه خالص بقول، يعني انا بحب ان انا اتكلم بمنتهى الصراحه كده واقول انا مش عارفه او انا حاولت ومش عارفه، فده بيبقى يعني طريقتي في الحياه يعني. لكن انه حد بيطلب منك حاجه او عايزك في خدمه ما، طبعا دي مسؤوليه كبيره. انا بحب كمان ابذل طاقه ومجهود، انا في حياتي عموما يعني لو ما تعبتش قوي في الشغل بحس ان انا عندي فراغ كده كبير قوي، فلازم طول الوقت ان انت تعمل ده، واعرف ان انت لما بتعمل خدمه لحد ربنا بيردها لك طول الوقت. على قد التعب على قد ربنا ما بيكافئ يعني. طبعا كل حاجه انت بتعملها في حياتك خليها مبدا كده، اي حاجه بعملها لو ابتسامتك الطيبه للشخص اللي قدامك ربنا هيردها لك في ابتسامه حلوه ليك او لاي حد انت بتحبه، فانا بحب ده، بحب ان انا اعمل اي حاجه لاي حد، بحب كده.